يا الفنانة ديالنا كتقولي بأنك بريئة، بريئة من ماذا؟ المسطرة القانونية كتدوز من الاستدعاء حتى النقد، كيكون استدعاء كندوزو عند الفرقة الوطنية، كندوزو عند قاضي التحقيق، كندوزو عند وكيل الملك عند قاضي التحقيق، وكندوزو في التحقيق التمهيدي، وكندوزو في التحقيق التفصيلي، وكندوزو في المحكمة الابتدائية، وكندوزو في الاستئنافية، ومن بعد كندوزو للنقد. دابا هاد المراحل ديال التقاضي كاملة انت كتقولي بأنك تبرأتي فيها وخرجتي في اللايف ديالك غير يومين ولا ثلاثة دابا ياك، ها؟ وقالت لكم أنا كنبرأ نفسي، أنا قدامكم كنطالب منك وكنطلب منك قدام هاد الناس، قدري تخرجي تكذبيني، علاش كذبتي على المغاربة؟ علاش قلتي بأنه أنت تبرأتي وأنت متهمة بثلاث تهم؟ ركزوا معايا الإخوان، الفنانة تبعت بست تهم، متابعة داروا لها ستة ديال التهم، أنا غنعطيهم لكم دابا. دنيا بطمة تم متابعتها، متابعة هذه غير متابعة، عاد نقول لكم التهم الآخرين، فهي شنو دارت؟ قطعت الحقيقة، قالت لكم ثلاثة التهم اللي طاحوا عليها اللي تبرأت منهم، ولكن كملي ما تكذبش على الناس وتردي أنك راسك أنت غتمشي بسبابي، أنا اش دخلني أنا؟ أنت هي برأتك المحكمة من ثلاثة التهم، نقول لكم شنو هما؟ أنا غنعطيكم المتابعات ستة وغادي نعطيكم التهم، اوكي اللي تشدات بها يعني اللي تحكمت بهم، التي تمت متابعتها او متابعتها بالجرائم، راه جريمه هذه، واش قريتوا الجرائم؟ المشاركه في الدخول الى نظام المعالجه الاليه للمعطيات عن طريق الاحتيال. ثانيا المشاركه عمدا في عرقله سير النظام واحداث اضطراب فيه وتغيير طريقه معالجته. ثالثا بث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم. رابعاً بث وقائع كاذبة عن طريق النظام قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص بقصد التشهير بهم. وخامساً المشاركة في بث وقائع كاذبة عن طريق النظام قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص بقصد التشهير بهم. وسادساً التهديد. القانون تابعك بستة، لا القانون هما كاينين هنا، راه نعطيهم لكم، غنحطهم عندي سكرين في لاباج ديالي باش كل واحد يدخل يتأكد، وغنحطو هذاك المحضر ديال الاستماع ونحطو كلشي. إذا قلت لكم ستة ديال التهم اللي تابعتها بهم المحكمة، إمتى هادشي؟ في الابتدائي، ولكن في الاستئنافي شنو داروا؟ حيدوا لها ثلاثة وبقوا عندها ثلاثة. انا غنقول لكم الخشيبات، نقول لهم مبسطين باش يجيو ساهلين، حيدوا لي التهمه ديال المشاركه عمدا في عرقله السير، قالوا لها انت ما كتهكريش، قالوا لها انت ما كتهكريش، حيدوا لها التهمه ديال التهكير باش نبسطوا، لانه كاينين الناس ما غيفهموش هاد لي مو هادو، نسهلوهم، وحيدوا لها التهمه ديال انها كتفتح الحساب من تليفونها، وحيدوا لها التهديد. ولكن شنو اللي بقى لها؟ ها هي التهم اللي ثابته بحقها، وهي اللي دانت بها، وهي اللي في النقد رفضوا لها به بهذه التهم هذه، أيدت هما التهم اللي تمت مؤاخذتها يعني دانوها بها ومعاقبتها من اجل الجرائم التاليه. ها هما الجرائم اللي هادو اللي تحت عندهم علاقه بالحساب، هادو اللي عندهم كلهم علاقه بالحساب، ماشي بسعيده شرف، كلهم عندهم علاقة بالحساب الإجرامي ماشي بسعيدة شرف، داروا لها المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال. واش خبركم أنه راه كاين أكثر من 12 متهم كلهم داروا لهم نفس التهمة؟ علاش هاد الناس ما خرجوش كيضربوا في القضاء وكيقولوا لا حنا بريئين؟ علاش؟ وأنتم نفس الأعضاء كنتم، نفس المشاركة عندكم ونفس الشبكة. التهمة الأولى اللي ثابتة بحقها واللي كاينة، وللأسف الفنانة اختارت أنها ما تقولهاش وخبعتها، علاش تخبيها على الرأي العام؟ كيما خرجتي قلتي لهم القانون صفني وبرأني من كذا وكذا، خرجي قول لهم راه أخذني بسبب هذا الحساب ماشي بسبب سعيدة شرف.
تم مؤاخذته والمعاقبة من الجرائم التالية: المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، ثانياً بث وقائع كاذبة عن طريق النظام قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص بقصد التشهير بهم. التهمة الثالثة: المشاركة في بث وقائع كاذبة عن طريق النظام قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص بقصد التشهير بهم. واش ما لاحظتوش دايرين لها المشاركة المشاركة المشاركة؟ كل شيء هاد الشيء يعاقب عليه القانون كفعل الفاعل الأصلي. كيفاش غنخرج أنا نضرب في مؤسسة اللي فيها شحال من قاضي وشحال من وكيل والفرقة الوطنية، وانتم في نظركم شكون هو أكبر جهاز دابا ولا في العالم اللي كيفكك الشبكات الإرهابية؟ واش ماشي هو ديال المغرب؟ وانتم في نظركم أنا ملي مشيت عند الفرقة الوطنية ما لقيتش عندهم هاد الشيء، ما لقيتهمش عارفين فلان وفلان وفلان. أنا لقيت عندهم كل شيء عندهم، هما غير بالمغربية غير سارحين الحساب. وأنا لأول مرة يمكن نقولها لكم، حمزة مومبيبي ليس شخص، حمزة مومبيبي هو حساب إجرامي افتراضي كانت فيه مجموعة من الناس اللي كيديروا تصفيات لحسابات شخصية. اللي عنده مشكل معاك انت كيدخل يكتب، والدليل شنو هو؟ نعطيكم الدليل آخر. قولوا لي واش كنت كتبدل الكتابة مرة ولا لا؟ واش كنت كتبدل طريقة الكتابة ولا لا؟ مرة كيهضر واحد مثقف، مرة كيهضر واحد في سم العيالات، مرة كيهضر واحد ما نعرف اش، لأنه حساب سناب ما كيتفتحش عندهم كاملين، كيدخل هذا وكيخرج هذا. ما نقدرش نسمي لا العصابة ما نقدرش نقول عصابة. قولوا لي علاش؟ لأنه العصابة تكون في ملف جنائي، هذا ملف جنحي تلبسي، هذا الملف جنحي في اخباركم. انا بسبب هذا الملف يمكن غناخذ دكتوراه في القانون، وحق الله الا يمكن غناخذ دكتوراه في القانون. عادي الصبر مفتاح الفرج. فدابا وصلنا قلنا النقطه ديالها، مشيت معكم قلنا الشكايه كنتحداها انها تخرج وتقول لكم بانه درت عليها شكايه وتوريها لكم، والا كانت الشكايه كانت نازل عليها يا كان بالحد الساعه راني غادي مزيان لتنوير الراي العام. عافاكم ركزوا معنا. والنقطه الثانيه قلنا انك قلتي ما لقاو عندك والو في تليفونك، وريتكم الدليل ديال المحادثه والخبره التقنيه والعلميه من عند الشرطه والفرقه الوطنيه اللي داروا على الهاتف ديالك والحساب ديالك. كنتحداك تكذبي محررات رسميه لانه غتولي حاجه اخرى. والنقطه الثالثه شنو هي؟ وهي كتقولي بانك بريئه وكتشكري القضاء انه برئك، شكرا مزيان، ولكن كملي، ما تقوليش ويلو للمصلين وتقطعي، كملي. قلتي برأك من ثلاثة تهم، قولي لهم ثلاثة تهم الباقية، لأنه كانوا عندك ستة ديال التهم. ها هو التعليل قدامي ومن المكتب منطوق الحكم الجنائي، يا ربي منطوق الحكم سميتو استئنافي. قال لكم السي القاضي ماشي أنا، قال لكم وحيت إن المحكمة من خلال ما سطر أعلاه وبعد دراستها لأوراق الملف، حيت إن المحكمة من خلال ما سطر أعلاه وبعد دراستها لأوراق الملف ثبت لديها وتولد لديها الاقتناع الصميم بكون المتهمتين بتأكيدهما تمهيديا وأمام النيابة العامة كذلك أمام السيد قاضي التحقيق تواصلهما مع مسير الحساب في العديد من المرات وكذلك مع المدعو أسامة العجمي التنسيق معه على مهاجمة وقرصنة وتدمير حساب كل من يسيء إليهما. ركزوا معايا هذا كلام السيد القاضي، كونه يقوم بمهاجمة وفضح أسرار كل من يقوم بالإساءة إليها من خلال مده بمعلومات عنه، يعني كيعاونوا بمده بالمعلومات عنه وعن حسابه، وهو ما تم مع كل من سعيد شرف
حسميتي وسهام بادة وباقي الحسابات التي كانت تنتقد جميع أفراد عائلتهما وإنهما لم تكن تمنعانهما من ذلك رغم علمهما به بل أحيانا بمبادرة منهما فضلا عن تأكيدهما أنهما على علم بأن عائشة عياش قرصنت حساب سهام بادة كما المتهمة دنيا تواصلت مع مسير الحساب بخصوص زوج سعيدة شرف بغض النظر عن من يرسل لمن فإن مجرد التواصل معه بهذا الخصوص يجعل منها مشاركة لمسير الحساب أيا كانت هويته من خلال منحها إياه الحسابات الشخصية المشتكين على مواقع التواصل الاجتماعي وتمكينه من العديد من المعلومات الشخصية والصور والفيديوهات والتسجيلات الصوتية للمشتكين ساعده في قرصنة وتدمير حساباته الرقمية وإحداث خلل بها. سمعتوا التعليل ياك الإخوان؟ هذا تعليل الحكم. هادشي قالوا السيد القاضي ما قالتوش سعيدة شرف لأنه أنت خرجتي وقلتي لهم أنا درت عليها مؤامرة قالت هادشي ولا ما قالتوش؟ بغيت نسولك وقدام هاد الناس كتقولي درت عليها مؤامرة واش في نظركم سعيدة فاشلة في حياتها؟ علاش أنا ما خداماش؟ أنا راه من 2006 وأنا باقا الحمد لله من نعم الله ومن فضله ومن خير الله وخير هاد البلاد الحمد لله كنحمد الله على نعمة الصحة كنحمد الله على نعمة أولادي كنحمد الله على نعمة الأمان اللي كنعيش فيه وكنحمد الله على نعمة العمل ديالي اللي عايشة به بخير بالمغربية أنا عايشة بخير كل مهرجانات كنت فيها الأعراس كنت فيها الجالية المغربية أنا راه شتوني راه تبارك الله ما خليت حتى بلاد فعلاش غادي ندير لك مؤامرة علاش علاش كتفكري هاد التفكير انت عندك لونك وانا عندي لوني بالرغم انكم مازال كتشهروا بيا وكتقولوا فاعله ودايره ومهرنيطه وما عرفتش كتقول اسماء كلها لقيتوها عليا ومع ذلك ما كنتكلمش ساكته وصابره بلاتي باقي واحد نقطه مهمه وهي اخيره عفاكم النقطه المهمه والاخيره في اللايف انا كنقول للعالم كامل لا لتسييس هاد القضيه قولوا لي علاش لانه في اللايف ديالها واش قالت لكم حيتاش غنيت في العيون وقلميم ولبست الملحفه ولانه انا غنيت في الصحراء فانا تحاربت قالت هاد الكلام ولا ما قالتوش حشومه انتشروا بالقضيه الاولى للشعب المغربي القضيه الاولى للمغاربه كاملين شنو هي قضيه الصحراء المغربيه علاش دخلها في هاد الحساب هادي راه عادي هذا راه ملف بسيط قولي شنو هو جنحي تلبسي ملف ديال حساب اجرامي جبت الناس في الفرقه الوطنيه دارت الابحاث جبدوا فلان وفلان وفلان طن طن تحاسب صافي سالينا علاش كتدخلوا القضيه الوطنيه والمؤكد تقولي انا غنيت ودرت كنا غنينا وستاتي والداودي وانا جات عتابوها الزرايه اكثر مني ومنها جالوا العالم اكثر مني ومنها سبقوني ما كاينش شي فنان وما فيهش روح الوطنيه ما كاينش شي فنان اللي ما فيهش روح المغرب الصحراء ديالنا كاملين الوطن ديالنا كاملين المغرب ديالنا كاملين ما كنتاجروش به كنتاجروش حنا بالقضيه وكنرجعوها قضيه سياسيه لا لتسييس القضيه نخليو اللي سوا اللي ما يسواش يهضر فينا علاش ضريني بهذا الكلام لانك كتقولي لبست الملحفه لطيفه لبست الملحفه ابتسام لبست الملحفة سلمى لبست الملحفة كلهم لبسوا الملحفة علاش انتي راه انتي عندك مشكل معايا ومن هذا المنبر كنقول لك العدو ديالك راه ماشي سعيدة شرف العدو ديالك هو نفسك العدو ديالك هما الناس والمحيط ديالك اللي كيشوف فيك لانه انا كيضرني خاطري عندك صحابك راني فرحانة هادشي راه ما مفرحنيش واش انا انتي عندك اولاد انا غيفرحني نشوفك في السجن انا ما فرحاناش انا ما فرحاناش غنشوفك انت في السجن كتقولي راه عندك ولاد وانا عندي ولاد وغنحس بك كأم ولكن الغلط راه كان ديالك وكنت كنقول صح والضمير يا ربي هاد اللايف يكون فيه شي كلام زوين تسنيتو بحالي بحال الناس
كنت كنقول غتكون صاحب الضمير غتخرج تعتذر. اقسم بجلال الرحمن نخرج انا نطلب معاك. واخا درتي فيا هادشي كامل انا نخرج نطلب معاك، ولكن تخرجي ولا بلاتي، ولكن تخرجي وتضربي فيا وتبينيني انا بصوره خايبه عند المغاربه. علاش شنو درت لك انا؟ انت ام، انا ام، انت عندك امك وباك، انا امو بميتين. الا بغينا ندخلو المغاربه حنان، المغاربه كيبقى فيهم الواحد وكيمشيو بالعاطفه والدموع، ولكن نكونوا واقعيين. ماشي انا نزين صورتي ونضربك انت، لا، خرجي وتستعطفيه، ولكن خليني انا بعيد، ما تجبدينيش. القضاء اللي جرمك ماشي سعيده شرف، ونفسك اللي جرماتك ماشي انا، والدلائل اللي لقاو عندك والخبرات والمحادثات واعترافاتكم ماشي سعيده شرف. عطيوني انا، جبدوا لي دليل واحد يلقوني، يلقوني عمري جبدت على فمي ولا عمري قلت فيها شي كلمه العيب ولا عمري جبدت شي فنان. وإلا غادي نتحاسد خصني نقول رشيد طلال، خصني نقول كذا، نقولوا مثلا حنا راه كنغنيو نفس اللون، كنلبسوا نفس اللباس، وانا باقي كتشهر بيا دابا معلومات شخصيه محطوطه وباقي ساكته. عباد الله راني ما دعيت حد، انا في حالي كنت كنتمنى الفنانه تخرج وتقول لهم انا بنتكم، انا غلط ما فيها باس، الاعتذار لغه الكبار ما فيها باس، اعتذري ما فيها باس، ما تعتذريش كاع من اعتذري غير من الناس، ولكن ما تخرجيش تخرجي عينيك وتقول لهم لا وتغدروا المغالطه وتحطي عليا، انا الكذوب ما غنقبلهاش.